مهرجان القاهرة، احنا السنة دي في جائزتين جداد، منها جائزة الجمهور وده لأفضل فيلم في المسابقة باختيار الجمهور بتصويت الجمهور، والجائزة دي قيمتها $20,000 بتمنح مناصفة لمنتج الفيلم والموزع المصري اللي هيوزع الفيلم في مصر، وده تشجيعا لفكرة توزيع الأفلام الأجنبية في مصر لغير أفلام هوليوود أو غير الأفلام الأمريكية اللي احنا متعودين عليها. والجائزة الثانية اللي احنا بنتكلم عنها هي طبعا جائزة الفيلم العربي، أفضل فيلم عربي، وده غير المسابقة العربية، يعني في أفاق السينما العربية وفي جائزة ثانية لأفضل فيلم عربي، وأفضل فيلم عربي ده بيختار الفيلم لجنة تحكيم مستقلة من 3 أفراد بيختاروا الفيلم ده من ضمن كل الأفلام العربية اللي معروضة في 3 مسابقات سواء الدولية أو أفاق السينما العربية أو أسبوع المقاضي. فدي قيمتها $15,000 والجائزتين دول بإهداء رعاة من الرعاة اللي احنا يعني اتكلمنا عنهم النهارده. وطبعا احنا شايفين الجوائز دي هتساعد ان مهرجان القاهره يستقطب افلام كان بيعاني ان هو يستقطبها، لان الافلام دي كانت بتفضل تروح مهرجانات اخرى زي دبي زي الجونه حتى او مهرجانات ثانيه. وبمناسبه الجونه اخر حاجه عايز اقولها عشان عارف ان هتسال عن الموضوع ده، المنافسه بين مهرجان القاهره ومهرجان الجونه